أما في متابعة التطورات في غزة، أفادت مصادر طبية تابعة لحماس بأن حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب قد بلغت 24,620 شخصاً. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي طال منطقة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك فيما دوت انفجارات عنيفة في محيط بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع. هذا وأفاد مراسلنا بقصف إسرائيلي مكثف على مناطق جنوب القطاع وسط استمرار المعارك الدارية هناك في ظل محاولات إسرائيلية لإنزال مزيد من العتاد لقوته في المنطقة. وفي تقارير تزيد من الجدل الداخلي الإسرائيلي بشأن مسار الحرب ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها بالنهاية، كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن حركة حماس بدأت بإعادة تأهيل كتائبها ونشر مسلحيها شمالي قطاع غزة. وحسب الصحيفة دائما فقد بدأت الحركة كذلك بتعيين قادة جدد مكان من تم اغتيالهم. وللمزيد من المتابعة ورصد أبرز هذه التطورات وآخرها من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلي حازم البنا. حازم، مرحبا بك معنا. إذن ماذا في متابعة العمليات في غزة؟ أين تنتشر؟ أين تتركز؟ وأيضا دعني هنا أنتهز هذه الفرصة لأسألك عن مصير الأدوية اللي من المفترض أنه دخلت اليوم في إطار الصفقة القطرية الفرنسية. إلى أي مدى كان هناك سهولة في العمليات؟ إلى أي مدى هناك ضمان لوصولها أيضا للرهائن؟ نعم، تحية لك إيمان. يعني ما تزال عمليا المعارك القتالية الضارية والتوغلات الإسرائيلية تتركز في منطقة خان يونس، هذه المنطقة التي ما تزال تشهد يعني اشتباكات ومعارك ضارية بين القوات الإسرائيلية وأيضا مسلحين فلسطينيين، في ظل تقارير أيضا يعني نيويورك تايمز تتحدث فيها عن صعوبة المعارك في هذه المنطقة في ظل محاولات إسرائيلية لإنزال مزيد من العتاد للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وأيضا مزيد من الأهداف تطمح إسرائيل على ما يبدو لتحقيقها، إما من خلال القضاء على رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أو تحرير الرهائن أو استهداف مزيد من شبكات الأنفاق الذين يقدرون عمليا عددها بالآلاف في هذه المناطق. لكن ما زلنا نشهد أيضا هذه الغارات التي تطال مناطق شمال وشرق مدينة غزة في ظل معاودة إسرائيل للتوغل المحدود في هذه المناطق، وأيضا هناك ارتفاع في أعداد القتلى في هذه المناطق، حيث تشير المصادر الطبية في الساعة الماضية إلى نحو 172 قتيلا خلال 24 ساعة جراء سلسلة من الغارات التي طالت مناطق مختلفة في القطاع. ولكن أيضا رفح سجلت العدد الأكبر 20 ضحية تقريبا جراء استهداف لأحد المنازل المأهولة في مدينة رفح، وأيضا اشتباكات والغارات ما تزال يعني متواصلة في مناطق مخيمات المحافظة الوسطى، وأيضا فيما يتعلق بإعادة تشكيل حركة حماس لبعض خلاياها ومقاتليها. بالضرورة حركة حماس ستفعل ذلك لأنه هي تعرف أساسا بأنه إسرائيل تريد تفكيك قوتها العسكرية، وربما يأتي ذلك في ظل ما يرصد ميدانيا من بعض التشكيلات العسكرية التي تظهر، لأنه عمليا الجيش الإسرائيلي لا يعرف من أين تظهر هذه التشكيلات، هي تتحصن تحت الأنفاق وبالتالي تخرج وتعيد تنظيم صفوفها، وتظهر بعض العناصر الشرطية التي تحاول أن تنظم الحياة المدنية في هذه المناطق التي دارت فيها عمليات سرقة كثيرة من قبل بعض المواطنين من داخل المنازل التي نزح منها السكان وبقيت فارغة تحت وطأة الجوع والاحتياجات الكثيرة. دفع ذلك الأمر عدد كبير من المواطنين للدخول واقتحام بعض المنازل لأخذ ما فيها من احتياجات في ظل تقييد إسرائيل إدخال مساعدات إلى هذه المناطق، خاصة مناطق شمال قطاع غزة. لكن حتى هذه اللحظة إيمان لا نستطيع أن نؤكد بأنه ما يتعلق بموضوع إدخال الأدوية قد تم. حتى هذه اللحظة لا توجد أي إشارات، لأنه حركة حماس قالت بحسب تصريحات سابقة بأنه هذه الأدوية ستصل إلى 4 مشافي في قطاع غزة، ومنها ستوزع بطريقة لم تكشف عنها، ولكن هذا يأتي أيضا في إطار اتفاق مشروط بضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى كافة المناطق وتحديدا مناطق شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك إذن حازم البنا، مراسلنا من رفح جنوب قطاع غزة، على كل هذه المتابعة.